قدم الرئيس الجديد لنادي الهلال والفائز بالتزكية الأستاذ هشام الصوباط بالأمس قائمته الجديدة، مجموعة هلال المجد، والتي ستنافس في الانتخابات المزمع إقامتها يوم الغد في مؤتمر صحفي بنادي النيل العالمي، حيث تم تقديم أعضاء القائمة والمرشحة بقوة للفوز بالعملية الانتخابية بعد فوز 2 من قادتها بالتزكية، أستاذ هشام الصوباط رئيسا والمهندس محمد إبراهيم العلاقي نائبا للرئيس، حيث وجد الصوباط دعما من تيارات وتنظيمات من نادي الهلال كتنظيم الصدارة وفجر الغد، حيث رميا بعضويتهما للجمعية من خلفه إلى جانب سحب بعض المرشحين في مواجهة مرشحي تنظيمه، حيث قدم الصوباط قائمته المكونة أيضا من الدكتور حسن علي عيسى أمينا عاما الفريق أول، يحيى محمد خير أمين للصندوق، وعضوية كل من المهندس الفاضل التوم، رامي كمال، دكتور نوال محمد الأمين، السفير عبد العزيز حسن صالح، اللواء صادق يوسف، علم الدين حمد عبد الله، وعوض إبراهيم أحمد عوض طارة قائمة الرئيس الفائز بالتزكية هشام الصوباط. قراءة في أوراق العملية الانتخابية في الأسماء المترشحة للتنافس على بعض المناصب، خاصة فيما يتعلق بمنصب الأمين العام والدخول القوي للأستاذ عماد الطيب وعودته من جديد لكي يلعب دورا في المشهد، إلى أي مدى من الممكن أن تكون الكفة راجحة لأي من الأطراف الموجودة في العملية الانتخابية؟ للقراءة أكثر في أوراق انتخابات نادي الهلال، ورحب كثيرا بضيوفي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أيمن كابوش. أيمن مرحب بك. مرحب بك أخي محمد خير، مرحب بمتابعي ومشاهدي قناة البلد، مرحب بك. أيضا نرحب كثيرا بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف فششوية، مرحب بك يوسف. مرحب بك أخ محمد خير، مرحب بمشاهدي قناة البلد. طيب يعني بداية للتعرف أكثر على الجديد بخصوص الانتخابات، سعد كثيرا بأن يكون معي عبر الهاتف سعادة العميد محمد الطيب مبيقة الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات بنادي الهلال. سعادة العميد مرحب بك وسعيد بسمع صوتك اليوم. مرحب بك، الله يسلمك اخونا احمد خير يا اخي. يا مرحبا، وتحيه برضو لضيوفك الكرام يعني. الله يخليك. طيب سعاده العميد، في ضغط كبير داير انه بكره حيكون في تكفيل للكباري في تفاصيل زي دي، هل الانتخابات قائمه في موعدها ولا قد يتم تاجيلها؟ طيب لحد الان حديثي حديثك هذا نحن في تقديرات لانه الانتخابات قائمه لحد الان. نعم. الانتخابات قائمه لحد الان، يعني باب الشك مفتوح، قد يحدث تأجيل. قد يحدث، أيوة قد يحدث. نعم. إذا في يعني في ظروف أمنية يعني قدر ذلك، يعني ممكن يحصل الانتخابات تلغى ويحدد التاريخ بتاعها لاحقا يعني. نعم. لكن لحد الآن نحن في تقديراتنا أنه غايب، وبكره الجلسة الأولى بتاعت الانتخابات. طيب أدينا الضوابط اللي حتكون للجلسة الأولى في حال يعني قامت الانتخابات غدا إن شاء الله في موعدها الطبيعي. طيب اول حاجه انا داير اكد لك وللمستمع ولضيوفك الكرام انه نحن عندنا ثلاثه نسب، بمعنى انه اول حاجه في القائمه بتاعه المرشحين للامانه العامه بتاعه نادي الهلال فيها اخونا عماد الطيب محمد صالح، نعم، وفيها دكتور حسن علي عيسى، وفيها احمد علي محمد احمد التسيس. نعم. طيب دي فيها ثلاثه مرشحين، دي احنا دايرين برضه لعلم العضويه، كانه انت بتختار واحد من الثلاثه دين. يعني انت بتعمل تك قدام واحد من الثلاثه دين، اذا عملت صح قدام اثنين بتكون ملغيه، لكن انت تختار واحد من الثلاثه دين. في امانه المال فيها الفريق الاول ركن يحيى محمد خير، وفيها صلاح الامام النور، ودي برضه انت بتختار واحد منها في امانه في الامانه العامه بتاعت المال. في المجموعه بتاعت الاعضاء، وعشان برضه احنا نكون، انا دائما بتحدث عن الشفافيه. نعم. احنا يعني رتبنا النادي وفقا لحضور الناس للجنه الانتخابيه. المجموعه كلها فيها 19 عضو من واحد لحد سته اعضاء مستقلين، ودي جو اول ناس اللي هم اسامه الجيلي بابكر، ومنتصر ميسره علي عبد المجيد، وحاتم مكي محمد مكي، والتجاني عثمان علي ابو سن، وعامر الزيد محمد علي، وناصف مصطفى محمد عبد الله. نعم. من 7 لحد 12 دي مجموعه الصوبات، بتبدا بالفاضل التوم، والصادق يوسف محمد احمد، وعبد العزيز حسن صالح، وعلم الدين محمد عبد الله،
وعوض ابراهيم احمد خوجلي ورامي كمال الدين. طيب 13 و14 و15 و16 دي مجموعه فجر القد اللي هي عمر محمد علي عبد الله والفاتح عوض نمر ومعاويه يحيى حاج الامين ومصطفى الامين مصطفى. في 17 و18 و19 دي المستغلين خليل محجوب المرضي علي ومحمد عثمان همزه وعلي عثمان عبد السلام الكوارتي. نعم. دين مستغلين. طيب ال 19 نفر دين يفترض انه الزول اللي بيجي يصوت يصوت على سته يختار سته من الـ من الـ من ال 19 نفر دين. نعم. اذا اختار سبعه بتبقى المساله الورقه تالفه. نعم. اذا اختار خمسه بتبقى بالنسبه لنا مقبوله، اذا اختار اربعه قول، لكن اكثر من سته بتبقى. نعم. الورقه تالفه. يعني لو اقل من سته الورقه غير تالفه، اكثر من سته الورقه تالفه. اقل من سته ما تالفه. نعم. تحت لها اخر حاجه في المقعد بتاع المراه. اللي هي غاده عبد الهادي محمد احمد عربي ونوال محمد احمد الامين وشادي احمد عطا المنان. نعم. دين انت برضه بتختار واحده منهم في مقعد المراه. اذا اخترت اثنين بتبقى تالفه، واذا اخترت ثلاثه بتبقى تالفه، اذا اخترت واحده صحيحه. فده دي الكشوفات الان اللي نحن نشرناها. طيب احنا برضه لعلم الناس امس عملنا جلسه مع كل المرشحين دين والمناديب بتاعهم. نعم. وريناهم الاجراءات بتاعتنا. الجلسة الأولى دي هتبدأ الساعة 10 بإذن الله سبحانه وتعالى وهتستمر لحد الساعة 2. نحن في تقديراتنا في الفترة دي أي عضو جاء نحن بندخله بداية، حتى إذا الزمن ذاته مشى وهو قاعد واقف بالصف هندخله يعني عشان يمارس حقه الانتخابي ويصوت على المسألة. اتفقنا برضه مع المرشحين دي كلهم أنهم يجيبوا مناديب. طبعا عندنا أربع غرف، غرفة بتاعت الحرف ميم، غرفة بتاعت الحرف ألف، غرفة بتاعت الحرف عين، وغرفة لكل الحروف. يجيبوا مناديب يكونوا قاعدين في الـ في الـ في الغرف الأربعة دي. إذا انتهينا والمسألة دي مناديب كمراقبين يعني عاملين حنجيب من أي زول واحد فوق هناك يجي يحضر معانا الـ 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 الفرد بتاع الجناية. نحن الإجراءات المطلوبة بالنسبة لنا يجيب واحدة من المستندات الرسمية. يعني يا يجيب جواز، يا يجيب رخصة، يا يجيب بطاقه شخصيه. اذا جاب رقم وطني ان احنا بنطالب انه يجيب مستند يعدد الرقم الوطني، لكن هو يعني برضه معتمد بالنسبه لنا، لكن يجيب مستند يعدد الرقم الوطني. الرقم الوطني يعني لوحده ما كفايه، ما فيه صوره. نعم. فدي الاجراءات. وانا افتكر كل الناس اللي احنا كفلنا لهم حقهم في انهم يعني يجوا ويحضروا ويصوتوا واي زول. ونقول لك بصوره واضحه جدا احنا من خلال الاجتماع لمسنا انه والله الناس المترشحين ديل الان هم رضيانين تماما على الاجراءات الماشيه. طيب في الظروف الطبيعيه مرات النصاب ما بيكتمل من اول يوم سعاده العميد يعني. نعم. في ظل ظروف قد تكون استثنائيه او لا ما عارفين، ولكن يعني في حال تم تاجيل الانتخابات، عرفنا معك في الحلقه الفاتت كنت ضيفنا، قلت لنا يوم 30 ما في، هي يوم 29 ويوم 1 ويوم 2. في حال بكره ما قامت يعني حيكون الجدول الزمني لها حتواصل عادي يوم واحد ولا حيحصل بالضبط شنو اللي حيغير؟ اذا نحن يوم نحن حتى الان حتى. نعم. الان اذا ما في اي هزر امني حصل حتقوم في مواعيدها، لكن قررنا انه تكون من الساعه 2 لانه بيبقى يوم الجمعه الناس حيصلوا الجمعه وكذا، حنعملها بعد الصلاه من الساعه 2 لحد الساعه 5. نعم. ده يوم واحد 7 ده الجلسه الثانيه. الجلسه الاولى ما اكتملت. نعم. النصاب دي حتبقى الجلسه الثانيه اللي هي 687 صوت. نعم. نعم. طيب اشكرك جزيل الشكر سعاده العميد محمد الطيب الناطق الرسمي باسم لجنه طيب الانتخابات. طيب بس عليك الله دايما تنبيه بس يا محمد خير، خذ راحتك قول اي حاجه تقول الجمعيه العموميه. تفضل. الكشف بتاع مجلس الاداره ده بتاع. نعم. الاعضاء اللي هو فيه 19 نفر، الزول بعدين عشان يجي يصوت مثلا الاسم الاول اسامه الجيني بابكر ده الاسم، الكولم اللي بيقع على يسارك طوالي ده انت يعني تعمل عليه وتيك. نعم. بمعنى شنو؟ يعني اذا مسكنا مثلا بعد طوالي رقم 7 الفاضل التوم ده، انت يعني تاخذ اليسار وما تاخذ اليمينه اذا انت داير مثلا الفاضل. اذا داير الفاضل تاخذ اليسار، اذا داير تاخذ الاسامه تاخذ اليمين. طيب سعاده العميد جداً. سعاده العميد بس الاستاذ ايمن كبوش عنده لك سؤال وعنده ملاحظه بخصوص العمليه الانتخابيه. مرحبا. تفضل. مرحبا بك. بالنموذج اللي انتم عملتوه للغوايم ده حيكون في تالف كثير جدا او في. نعم. في تشيك بيمشي لزول، التشيك ما بكون هو قاصده يعني.
حسب تجربتنا في المسألة دي. يعني أنا كنت بتوقع إنه أي غايمة تكون في صفحة يعني، لكن بالوضعية اللي عملتوا بها الفورمة دي حتكون في تالف كثير جدا. أنت أنا والله أحترم رأيك يا أخونا بغوتي، لكن نحن والله مارسنا شفافية، كأنه يعني زول جاء أول أن إحنا أدينا الرقم واحد، والزول جاء آخر أدينا الرقم 13 اللي هو علي عثمان، ده أجازته لنا لعبة الاستئناف. علي عثمان الكواتي اللي هو رفضته وأنتم ترشيحه، يعني إحنا شرحنا أداءه حتى للناس المترشحين، وريناهم قلنا لهم أنتم حتى أنتم برضه ممكن يعني تشرحوا لعضويتكم، كأنه الزول يعني الاسم المربع القصادي بيدك اليسار. نعم. يعني الاسم على اليمين، المربع على اليسار ده اللي انت خط عليه والصح بالنسبه للشخص. أيوة. اللي انت عايزه، انت داير الزول يعني انت تقول الاسم يساره طوالي اعمل التك. تمام، عندك اضافه ثانيه سعاده العميد ولا كده خلاص؟ لا ما عندي ثاني. نعم. اضافه غير كل الاضاءات بالنسبه لك كده وصلت. يعني يجي مارسو. نعم. يجي مارسو، انا زي ما قاعد اقول كل مره. نعم. يجي مارسو حقا وراتي، ونحن ابوابنا دي مفتوحه، اي زول جاء إذا الصف ده شفته قاعد في سادة المريخ، أنا نحن ندخل الزول لحد ما يصوت إن شاء الله الساعة 1 صباحا، أنا نحن ندخل يصوت. شكرا لك كثير سعادة العميد محمد الطيب. أنا الله يسلمك، كثر خيرك. الله يسلمك. لجنة الانتخابات دي الضوابط الخاصة بالانتخابات، انتخابات نادي الهلال في حال يعني أقيمت غدا إن شاء الله. حتى الآن حسب كلام سيد الناطق الرسمي باسم اللجنة ما في أي تأجيل للانتخابات، حتكون قائمة في موعدها ده حتى الآن، حتى لحظة كلامه وكلامنا، لكن الساعات المقبلة لا ندري ما الذي ستحمله بكل تأكيد، لكن نتمنى دائما أنه أي زمن جاي يحمل خير لوطننا الكبير السودان. أيمن كابوش برحب بك من جديد. يعني البعض يتحدث أنه في الظروف العادية أساسا مرات النصاب ما بيكتمل، وعندك الكثير من التجارب في انتخابات نادي الهلال في ظل ظروف وإغلاق للكباري متوقع غدا، هل تتوقع أنه من الممكن أن تكتمل العملية الانتخابية؟ لا، ولا كامل أفضل للانتخابات أنها تؤجل الموضوع لظروف أكثر استقرار؟ ما تؤجل، لازم تعمل جدول جديد وتدي على الأقل 15-20 يوم للأيام المقبلة، ولكن إمكانيات المترشحين وإمكانيات البلد ووضع الناس ذاته ما بيسمح انك انت بعد 15 يوم ثاني. نعم. بعد هيأت نفسك للانتخابات في ظل الايام دي تقوم تمشي ثاني ل 15 يوم جايات. لكن انا الملاحظه في انه الحضور اصلا متوقع ما يجي، لمسألة ما في النهايه تقديرات. نعم. ولكن ما ممكن انا اقوم بحكم ظني اقول انه يا اخي والله يوم ما هو ده حق. صحيح. حق يعني وحق اصيل جدا وحق وجوبي انه انت في اليوم الاول لازم تفتح الباب بالزمن والغيد الزمني المسموح، يعني لحد ما انه النصاب يكتمل وما يكتمل دي مسألة تانية. ولكن برضو ممكن اللجنة لها تقديراتها، طالما هي حتجي لموقع الانتخابات وتفتح الباب بعد ذاك الموضوع بيبقى موضوع زمن، كون الناس ما يقدروا يصلوا اكيد في اليوم الثاني والثالث يقدروا يصلوا يعني. نعم. يوسف، انا بتفق مع ايمن لحد كبير، لكن انا بفتكر ان انتخابات الهلال يعني تاريخيا ظل التشويق فيها والاثاره في منصب الرئيس، والان منصب الرئيس ونائبه محسوم، ما في يعني ما يزعج كثير يعني. اذا ما قامت الانتخابات اليوم الاول حتكمل حسب ما قال الاخ سعد العميد، وما افتكر انه في اشكالات كبيره حتحصل يعني. مساله اكتمال النصاب انا بفتكر انه يعني تاريخ انتخابات الهلال دائما في انه النصاب ما بيكتمل في اليوم الاول. نعم. رغم انه العدد يعني يمكن قليل. صح. عدد العضويه الان، ولكن برضه حسم منصب الرئيس اللي كل العمليه اساسا تاريخيا بتدور حوله، انا بفتكر ده بساهم في انه الحضور حيكون اقل، يعني ما بتوقع انه في اليوم الاول النصاب يكتمل يعني. لانه الرئيس ونائبه محسوم يعني. صح. العضويه ما بتفرق كثير. طيب الصوبات تدخل التاريخ ايمن، ثاني رئيس في تاريخ الهلال يفوز بالتزكيه بعد صلاح ادريس، يعني كيف رايت هذه الخطوه من تنظيم فجر الغد بعد ما أعلن عن تقديم صابر شريف الخندقاوي، ولكن جاء التنظيم وأعلن انسحابه ويعني مهد الطريق للصوبات لكي يصبح الآن هو رئيس الهلال الأربع سنوات؟ شوف، مما دخل السباق الانتخابي ده أنا كان عندي تقديرات، والحمد لله الأيام أثبتت أنها هي صحيحة، أنه هي التنظيمات ما عندها قدرة يعني، هي بحثت هنا وهناك عن تحالفات عن دخول مع الصوبات، وكان الصوبات هو رأس الرمح في العملية يعني، باعتبار انه كل التنظيمات عايزة تدخل معه في غايمته دي، كانت ده التكتيك الاول بالنسبة لها. التكتيك الثاني في انها تؤجل الانتخابات على الاقل يكون عندها العضوية اللي بتقدر تنامر بها، يعني الناس بيتكلموا عن العضوية ما كانت مفتوحة، العضوية كانت مفتوحة خلال فترتين، وفي الفترتين ان احنا مشينا جددنا عضويتنا ما يقول مع الـ 2000 دين، فبالتالي المسألة كلها كانت عبارة عن تكتيكات
قدموا صعوبات خلال الفتره بتاعت السنتين كان يشفع له في انه يجي في فتره رئاسيه بالانتخاب، يعني صعوبات برضه في خلال ال 30 سنه الماضيه هو اول رئيس يشغل منصب رئيس لجنه تطبيع او تسيير هلاليه ويجي يترشح، دي تحصل لاول مره. نعم. بعد ذاك الامكانيات بتاعته، الامكانيات بتاعته انه كان رئيس النادي، واذا حصلت اي حاجه في قائمته ما دخلت كل المجموعه، بيكون دي المره الاولى يا محمد خير يعني الزول بيكون ماسك القلم. نعم. بيكتب نفسه شقي، لانه المساله دي معركه محسومه، المجلس الموجود هو المطلع على العضويه، عارف حجم التنظيمات الثانيه، فبالتالي المساله دي مساله بتاعت وقت، المفروض تكون كده يعني. ما لم تحصل المفاجات، والمفاجات في 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 جميع عموميه حسم رئيسه ونائبه هي مساله بتاعت وقت ليس الا يعني. طيب يوسف، ما اتوقع يعني في مفاجات. البعض راى بانه هذه الخطوه من تنظيم فجر الغد كانت خطوه جميله، انه هشام الصوبات هو الرجل الاكثر قدره خاصه من النواحي الماليه لقياده الهلال في السنوات الاربعه المقبله، لكن البعض الاخر راى بانه الهلال نادي الحركه الديمقراطيه كان يجب على تنظيم فجر الغد الذي ملأ الدنيا ضجيجا في فتره من الفترات ان يؤمن ولو قليلا بحظوظه الانتخابيه، وان يعني يترك الصوبات ينتصر في هذا الحراك. نعم. الانتخابي او يحارب حتى اللحظه الاخيره. نعم، انا بفتكر انه يعني ضعف التنظيمات الهلاليه. نعم. هو القاده الصوبات الان للفوز يعني، وليس مختلف معي في انه اعطاء الصوبات في فتره رئاسته لجنه التسيير هو سبب في اكتساحه. التنظيمات اللي تكلمنا الواقع هي غير موجوده على ارض الواقع. تنظيم فجر الغد كان هو الوحيد اللي عنده حراك في فتره من الفترات، ولكن واضح انه ما اشتغل على العضويه بالشكل اللي بيأهله من الفوز. الاخ الدكتور صابر شريف الخندقاء يفتكر انه يعني قدم موقف تاريخي، موقف كبير جدا، لانه شاهد يعني الان الصوبات هو الخيار الافضل بحكم انه ما في منافسه، هو يعني من انسحابه مكن الصوبات. لكن لو كانت التنظيمات الهلاليه الكبيره موجوده في الساحله، مثلا تنظيم عزه الهلال، تنظيم الاصاله، كان موجودين في الساحه، نفتكر انه الصوبات ما كان حيجد صعوبه كبيره جدا في الفوز. تنظيم فجر الغد افتكر انه بانسحابه من منصب الرئيس ونائب الرئيس زي خزل مجموعته يعني، واكد اشاره سالبه بانه كانما التنظيم في موقف ضعف، يعني قوه الصوبات بالعضويه افتكر انه خلته يحافظ على موقفه في انه ما قبل حتى تسويات، يعني معروف انه فجر الغد مفترض انه يتنازل بثمن، يعني يتنازل من منصب الرئيس ونائب الرئيس مقابل انه يكون في عضو او منصب امين المال، ولكن اللي حصل انه تنظيم فجر الغد قدم تنازل من غير ما يكسب شيء. وده باكد لك تماما انه العضويه هي الان معروفه، يعني احنا عضويه الهلال معروفه بتكون الغلبه فيها لشخص معين وبتصوت قائمه واحده، فانا افتكر انه قائمه فجر الغد هي مهزومه بموقف التنظيم. نعم. لانه انسحب من منصب الرئيس ونائب الرئيس هو ممكن يعني. دعني انقل هذه النقطه لايمن، هل يمكن ان ينعكس هذا على بقيه مرشحي تنظيم فجر الغد في الانتخابات باعتبار انه التنظيم يعني تنازل عن اهم منصبين الرئيس ونائب الرئيس، من الممكن ان يضعف موقف عضويه التنظيم في التصويت لبقيه اعضاء التنظيم المترشحين في بقيه المناصب؟ شوف، هو رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يعني التنظيمات دي عارف انه يعني تنظيم فجر الغد تحديدا عارف انه عضويته ما بتمكنه انه ينافس، المسألة دي بالنسبة لهم محسومة. التنظيم ذاته وقع في أخطاء استراتيجية في أنه هو طوال ثلاث سنوات شغال، لكن في النهاية الناس جات اكتشفت أنه ما ينظر رئيس مؤهل أنه يدخل الانتخابات، فأتوا بحثوا عن رئيس دخلوه تنظيم عشان يترشح رئيس، فبالتالي وبعد ذاك المسألة بتاعت أنه انسحبوا من المقعدين، المسألة دي تحسب لصالحهم في أنه هم والله عارفين قدر نفسهم. نعم. عارفين حجم عضويتهم، ما كان بينافسوا بكل حال من الأحوال. وانا لما يتكلم يا فششوي عن موضوع انه العطاء اللي قدمه الصوبات بحسابات اقتصاديه، الناس عارف الحاصل في البلد شنو، وحتى التنظيمات دي ذاتها على مر تاريخها كانت تعتمد على الرؤساء، يعني حتى في تسديد العضويه، ودي حاجه قبيحه جدا طبعا. صحيح. انه تسديد العضويه ذاته يتم بشكل جماعي، يدفع. نعم. من اموال رؤساء هذه ما العضو بيمشي يدفع رسومه، لا لا ما موجود، الرئيس بيدفع لعضو غير جدا اللي هم. نعم. فلوتر ما منتمين لتنظيمات هم اللي بيدفعوا، فبالتالي التنظيمات ذاتها هي تنظيمات كرتونيه زي ما انا طوالي بقول، معتمده على جيوب افراد او رئيس التنظيم. المساله بتاعت التنظيمات الموجوده كلها اخذت فرصتها في اداره الهلال في السنوات الماضيه، فبالتالي يعني اذا كان صلاح الدين، كاردينال، البرير، طه، دول كلهم وصلوا لمرحله بتاعت التشبع في اداره الهلال، ووصلوا يعني ما داري اقول لك لمبتغاهم، ولكن جربوا المسألة دي. نعم. فبالتالي الهلال بدايات جديدة، محتاج لشخوص جديدة، محتاج يعني المسألة دي ذاتهم آمنوا بها، حتى القيادات دي آمنوا في إنه والله الفترة بتاعت تقعد في الهلال ستة سنة، تقعد ثلاثة سنوات، تقعد كده، المسألة دي كافية جدا في إنك أنت
تقدر تميز الامور وتعرف الاوضاع ماشيه على وين. فبالتالي الزمن هو زمن الصعوبات باي حال من الاحوال. التنظيمات الثانيه ما كان عندها بتوافق على الحاجه، ما عندها ناس تقدمها، ما عنده ناس يقدمها. المساله هي لو حسبناها من شكل اقتصادي بس، نعم. الحاصل الان في السودان في ده مساله صعبه جدا، موضوع صعب جدا، نعم. حسابات التحالف البترولي الصعوبات انا بختلف معي، انا بفتكر انه نعم. يعني الصعوبات قد يكون صرف مبالغ كبيره على الهلال، ولكن ما يهم جمهور الهلال هو فريق الكره. فريق الكره افتكر انه شهد تراجع كبير جدا جدا، دفع اموال في محترفين وفي لاعبين وفي مدربين ما عندهم قيمه فنيه حققوها على ارض الواقع للهلال. فانا افتكر انه وجود الصعوبات الان هو نتائج لانسحاب الهلال. يعني انا افتكر لو نزل صلاح ادريس في الانتخابات كان غير الموازنة حتى من غير عضويه، لو نزل الدكتور اشرف الكاردينال كان غير الموازنة في الانتخابات، لو نزل امين البرير بحساباتك دي بتهزيم عليك انتخابات سابقه. نفس صلاح ادريس بيتكلم عنه انت ده، نزل انتخابات 2011 وما حقق و2014 وما حقق، ما في حاجه الظروف الآن مختلفة. شوف المعركة دي تحسيم العضوية بس، ما في أي حاجة تبقى العضوية العضوية والظروف الاقتصادية. لكن موضوع أسماء الموضوع ده متهزم في الميدان. جينا جمعية عمومية 2011 كان فيها الأرباب بكل تفاصيل الكبيرة دي، وفيها الكاردينال والبرير، انتصر البرير. جينا 2014 بنفس المعطيات اللي أنت بتقولها دي فاز الكاردينال، ما في حاجه زي ما بيقولوا. المعادله الان بعدين ذات المعادله بتاع فريق الكوره دي، الهلال ده ما هو جاء يعني مثلا الصعوبات جاء لقاه ما في المجموعات والهلال انسحب من المجموعات. الهلال في 2017 لعب عمل 3 نقاط، 2017 عمل 3 نقاط فقط. هسه الهلال ده في موسمين عمل 4، هي دي نتائج ما جيده، لكن ده وضع الهلال اللي اصلا موجود. بطوله الدوري الممتاز ما كانت موجوده، استعاده الصعوبات، والان الفريق فقد في موسم استعاده في موسم فقد في موسم ايوه فقد في موسم مستعاده معلومه يلبق البطوله الممتازه اصلا كده. نعم طيب يعني حافظ على السجل اللي موجود عليه. لا انا ما اتفق معك، انا بفتكر انه لا ما اتفق معك، المعادله اتغيرت، المعادله اتغيرت يعني من في الفتره السابقه. الان نحن قريبين بنعرف نبض جمهور الهلال، نعم. انه الان الصبط هو الخيار الافضل من واقع العضويه، من واقع انه التنظيمات الكبيره ما عندها حضور في العضويه. انا ذكرت انه الان الوجود هو بسبب العضويه وبسبب انسحاب التنظيمات من المشهد. طيب حنشوف الوجود وحنشوف العضويه، انا داير بس اقلب كده في اوراق بقيه المناصب مع أيمن يوسف، ودعنا نبدأ بالأمين العام. يعني إلى أي مدى أيمن يعني فوز الصوبات والعلاقي بالتسكية قد يمهد لفوز بقية أعضاء التنظيم أو مجموعة هلال المجموعة؟ هم مصرين على أنه هم ما تنظيم، هم مجموعة يعني في ظل بقية المناصب. ودعنا نبدأ بالأمين العام والدخول المفاجئ لعماد الطيب. يعني هل نسميه دخول مفاجئ، وهل توقعت أنه عماد الطيب بعد كل هذه السنوات يدفع بنفسه في منصب الأمين العام كمستقل، ولا هل ممكن ان يغير المعادله، ولا فوز الصوبات والعلاقي سيمهد الطريق تماما للدكتور حسن علي عيسى لاكتساح المنصب؟ وهل الدسيس مرشح فجر الغد من الممكن ان يجد اصوات في ظل وجود شخصيتين زي الامين العام السابق حسن علي عيسى والامين العام الاسبق عماد الطيب في التنافس على هذا المنصب؟ هو شوف عماد مما خرج من مجلس الاداره السابق المنتخب مستغيل، ما رجع الا في الجمعيه العموميه بتاعت برستيج اللي هي اللي ما نجحت، نعم. وبعد ذلك ظهر لنا بغايمه بتاعت مجلس بديل من بواسطه الوزيره. هو سعى لكل الخطوات دي ومشى مع الوزيره الموجوده في الشباب والرياضه، سعوا لغايمه حتى فيها الرؤساء سابقين وفيها الرئيس ذاته الحالي اللي هو الصوبات مثلا، جايبينه رئيس عضو في اللجنه ذاتها. سعى يعني عماد في خلال الشهور الماضيه دي كلها سعى في انه هو يا يدخل في غايمه الصوبات يا في غايمه المقابله لها، لكن ما وجد قبول في كل الغوايم. في النهايه ما كان عنده خيار الا ينزل مستغل. نعم. بعدين يا اخي هو يعني في كل الدورات الاربعه اللي اشتغل فيها كان جاي من خلال رابعه بتاعت غوايم، فبالتالي وجودك انت مستغل وتجي تدخل في ظل غايمه مثلا موحده وتكون في نصها، المساله دي ذاتها اصلا ما بتساعد على العمل، لانك انت يعني عادي ما انت شفطت في المجلس المنتخب فيه عادي، دي مثلا ممكن يشفروك مثلا بل واضح كده، او ممكن انت ذاتك ما بتتماشى مع حياته. فبالتالي ده موقف ما كنا بنحب انه عماد يدخل نفسه فيه. يملك فرصه، البعض يرى بانه المستقلين ده ما مستقلين، ما شوف البعض يرى بانه المستقلين ده قد يكونوا مدفوعين. انا ده اقول لك بالواضح، بس انت مالك سؤالي، قد يكون هؤلاء المستقلين مدفوعين من رئيس سابق
انه عشان يكون عنده وجود في المجلس، يعني اريد ان تجاوب على هذه النقطه، ولكن دخول عماد الطيب اعرف وش هتنظرك فيه يوسف. والله انا مفتكر انه عماد الطيب فعلا يعني في تواجده في المجلس الاول مع صلاح ادريس يعني كان ما واصل نتيجه لخلافات المجلس ما اكمل فترته، في فتره الكاردينال ايضا دخل في خلافات وابتعد وهو بعيد من الساحه الهلاليه، بفتكر انه ترشحه ما كان مقبول يعني باحتوار انه هو ما جزء من مجموعه، يعني كان ممكن عماد يكون مرشح لمجموعه من واقع انه هو امين عام سابق. والان يا احمد خير دي انتخابات دول العالم الثالث معروف، المجموعه بتعمل برنامجها بعد فوز الرئيس، يعني الان فجر الغد هم تنظيم فجر الهلال هلال المجد نعم. قدموا برنامج بعد فوز الرئيس والمثل مزرعه عضويه وصوتوا باليمين صوتوا بالشمال معروفه، يعني افتكر انه عماد الطيب حتى اذا فاز حيكون مشكله للهلال ومشكله لنفسه هو اساسا، واذا قارنا بينه وبين دكتور حسن علي عيسى انا افتكر انه كفه الدكتور حسن علي عيسى هي الارجح، يعني حاجيكم للتوقعات منو حيفوز ومنو ما حيفوز، مع ان الجمهور بحب من التوقعات، لكن دي توقعاتي من يوسف ما توقعاتي. طيب البعض يرى انا ما قلت لك عماد ما بيفوز، لكن انا داير بس اوصل لك الفكره بتاعت عماد. معايا النقطه بتاعت انه المستقلين في كثير من الاحيان في الانتخابات هم ما مستقلين، هم مدفوعين من بعض الرؤساء السابقين ان يكونوا موجودين او يكون الرئيس السابق ده عنده وجود في المجلس من خلال بعض الاعضاء. لا لا ما الكلام ده ما متاح، ممكن يكون رؤساء سابقين اقرب ناس رؤساء سابقين للمشهد، مثلا ممكن تقول الكاردينال. نعم انا الحاجه بعرفها انه طور صفحه، يعني بقى ما عنده شغف بالموضوع ده. أعطاها ما أظن إنه لأنه تنظيم طه طلع بيان إنه هو في حساباته ما في حاجة اسمها عماد الطيب، الأصالة والصدارة طلعت بيان في حساباته إن أنا متأكد تماما ما في حاجة اسمها عماد الطيب، عماد الطيب تاريخه ما بيشفع له لأنه هو ده الزول السلم مجلس الأرباب للمؤتمر الوطني تسليم مفتاح، هو اللي قدم مجلس الأرباب وهو اللي كان ممكن يقيد مجلس الصوبة الكاردينال لو ما الكاردينال عرف عامل معه. العماد غير مامون الجانب، يعني الولاء عنده للحزب اللي هو المؤتمر الوطني اكبر من الهلال ذاته، عشان كده دي مشكله من مشاكله اصلا. وعماد ذاته ما عنده عند الناس حاجه يا 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 محمد خير، يعني لبقى تلقاه في مجتمع الهلال لا بتجي تلقاه في محل عزة ولا في محل بكا ولا في محل اي حاجه، فما بالك اذا كانت الجميع العمومي تحسيم الاموال. طيب يعني عماد ما عنده حاجه عند الناس. هل ممكن ان نخدم شخص بحجم عماد الطيب انه يدخل انتخابات من دون ان يكون واثق بشكل او باخر انه لديه من العضويه ما يكفي انه ينافس على الاقل على هذا المنصب؟ هي انتخابات الهلال لا بحسم العطاء ولا بحسم اسمك ولا بحسم تاريخك، بحسم العضويه بس. يعني اي شخص عمل عضويه في شان ممكن يفوز من غير عطاء من غير اي حاجه. والان احنا واقعين، يعني عضويه الهلال الان موجوده هي عضويه الصوبات، وبالتالي فرصه زي ما قلت لك باليمين باليمين بالشمال بالشمال. قد يكون الترشح المستقلين ده تكتيك من بعض الانتخابات، قد يكون افراد دفعوا من حب الاضواء للترشح، قد يكون تقديرات التواجد. يعني في بعض المرشحين بيفتكروا التواجد واسم يتردد في الاعلام ده مكسب، يعني في حد ذاته تمهيد، لان انا حكون معارضه برضه في حد. نعم، وقد تحصل مفاجآت واستغالات لبعض الاشخاص، وقد تحصل مثلا الطعون في فتره سابقه ممكن تبعد اشخاص والشخص قد يتواجد، يعني خاصه نعم. بعد انه ترشح بقى بدون قروش، يعني فبقى مثلا ما فيها تكلفه يعني. طيب المنصب يعني هل ممكن يكون فيه منافسه كبيره ولا كما يرى البعض محسوم لدكتور حسن علي؟ الزول اللي احمد كلمنا عنه هو احمد الدسيس. نعم. احمد الدسيس واحد من الشباب اللي نحن بنتنبأ له بمستقبل كبير جدا. زول عنده فكر وعنده وعي، قد يكون وجوده في تنظيم مرتبك زي فجر الغد قد يكون خصم منه كثير، ولكن المستقبل كله للشباب ديل الناس. احمد الدسيس انا ما بتوقع انه هو يشكل منافسه شرسه، ولكن على اللي قال وجوده ذاته مهم، يعني دي ذاته تجربه مهمه جدا، دي التجربه الثانيه له بالمناسبه. نعم. انه يتواجد في انتخابات، ولكن اتمنى انه طالما الرئيس الفاز هو الصوبات انه الامين العام دي امنياته يكون من نفس قائمته. وما توقعاتي في انه عماد اصلا زول بتاع عضويه اشتغل كان عضويه وبيجيبها. نعم. يعني حتى في السنوات اللي فاتت، لكن في ال 2060 ديل ما عنده فيهم حاجه، هو دي مجرد مشاكسة العمل دي. لكن ما كلامك ده ولا معلومة؟ لا دي معلومة. ما 2000 انت لما تقول لي في 2060 عضو، قول الصوبات عنده فين 700، الفلوتر 500، الالترس 150، فجر الغد 200، الرواد 200، يا هو دي ال 2060 عماد بيكون قاعد بين هنا. صحيح. في غاضبين من مجموعة الصوبات، في رافضين لوجود الصوبات، في
ديل كلهم ما بفوتوا لين 200 صوت يعني. نعم. عماد ده بالكثير بيجي 200 صوت. أنا بستبعد المفاجأة وبتمنى إنه الغايمة تفوز. يعني إحنا في الهلال يتعودنا إنه حتى الغايمة الواحدة بتفوز في كثير من الأحيان بتحصل خلافات ومشاكل. صحيح. فهو فاز الصوبات وفاز العليقة، بتمنى إنه رغم إنه في مستغلين يعني أسماء يعني شابة متميزة جدا، فجرالغات أيضا كافرات فيها يعني في أعضاء متميزين بيستحقوا التواجد، ولكن طالما فاز الصوبات والعليقة بتمنى إنه تفوز الغايمة من أجل تنفيذ البرنامج يعني. طيب بخصوص أمانة المال، يعني سعادة الفريق أولي محمد خير بوجه له تحية كبيرة، والدكتور صلاح الإمام برضو بوجه له تحية كبيرة. يعني أيمن كيف ترى التنافس في هذا المنصب، ولا يعني سعادة الفريق أيضا يبدو هو الأقرب؟ هي المنافسة هي منافسة التنظيمات يعني. أنا قلت لك الاثنين نحن بالنسبة لنا هم محل تقدير واحترام. صلاح الإمام رجل محترم جدا ومؤهل للمنصب، سعادة الفريق أول يحيى ايضا نفس الموضوع، ولكن انا دائما اراهن على المجموعه. مجموعه اللي عندها برنامج واحد ورؤيه واحده اكيد عندها جداول زمنيه لتنفيذ، فبالتالي وجود اي عنصر مختلف من المجموعه يؤثر على الاداء. عشان كده انا بتمنى انه الغايمه بتاعت الصعوبات كلها تفوز. المساله دي من مصلحة الهلال المرحلة الجاية تتطلب انه نعم. المجموعة دي كلها تفوز. حأخذ رأيك في التنافس على منصب أمانة المال في الهلال بين الفريق أولي حي محمد خير والدكتور صلاح الإمام، ولكن دعوني أستقبل عبر الهاتف عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق الأستاذ التجاني أبو سن، حيكون معانا. لا نواصل. طيب يوسف واصل. أنا بفتكر إنه يعني أنا والله عندي رأي في منصب أمين المال ده في الهلال دائما. نعم. قاعد يكون يعني زي الطرف اليمين والطرف زي طرف الملعب دائما في مشكلة. يعني لما نكون الاعتماد على الرئيس وفي صرف المال يعني دائما منصب أمين له سنوات طويلة جدا ما شغال المنصب ده. يعني زي ما ذكر أيمن الأخ صلاح الإمام رجل محترم جدا وهلالي أصيل وأيضا سعادة الفريق، لكن بتبقى مسألة إنه دي غايمة، ده تنظيم جاي مع تنظيم وانسجام. والصوبات أفتكر كان حريص جدا على إنه ما قبل وفاق، يعني تعرض عليه الوفاق قبل الانتخابات ورفض لتاريخ فشل مجالس الوفاق في الهلال. نعم. فأنا أفتكر إنه الآن عشان نفادي الهلال الصراعات والمشاكل نتمنى إن تفوز غايمة واحدة، يعني فوز على الفريق ما تقليل، يعني ده الأفضل ده الأرجح يعني والأفضل. نعم. للهلال. صلاح الهلال صلاح الإمام هو الآن بتنظيم فجر الغد، وفجر الغد الآن هو زي ما قلت أنا في البداية أضعف تنظيمه، وبالتالي تواجد أعضائه في القائمة قد. نعم. يسبب مشاكل للهلال. الكفة تميل لسعة الفريق أول. نعم. نعم. طيب أنا ذات دارك فاد المشاكل وحتكلم عن المرأة، لأنه قبل سعة العميد جاب آخر حاجة ما يزعلوا مننا بالذات أنه في زميلتين إعلاميتين شادية وغادة ودكتورة نوال ما دار لي مشاكل معهم، لكن نستقبل عبر الهاتف الأستاذ التجاني أبو سين عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق والمرشح للعضوية. أستاذ التجاني مرحب بك. هلا مرحب بك يا محمد خير، مرحب بك بضيوفك الأكارم. يا هلا بك وسعيد جدا بسماع صوتك. غدا المعترك الانتخابي الكبير إن شاء الله، كيف تنظر الانتخابات هذه المرة أستاذ التجاني أبو سين؟ هل من الممكن تكون انتخابات مختلفة عن بقية الانتخابات السابقة، ولا قد نشهد تنافس كبير؟ خاصة البعض يتحدث أنه حدة التنافس قتلت بعدما تنازل تنظيم فجر الغد عن منصبي الرئيس ونائب الرئيس لهشام الصوبات والعليقي الذين فازا بالتزكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة أنا بفكر أنه يوم بكرة ده يفترض يؤرخ في تاريخ الهلال، لأنه هلالي ولأول مرة يدار بأبنائه في لجانه العدلية للانتخابات والاستئنافات واللجان الأخرى، وده أنا أفتكر أكبر مكسب للهلال قبل ما يكون في جميع عمومية. الشيء الثاني أنا ما بفتكر يعني بحكم خبرتي القديمة في نادي الهلال ما بفتكر أن الجمعية بكرة هيكتمل نصابة. نعم. في معطيات كثيرة من ضمنها الـ 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 يعني التجهيز ليوم 30 يونيو. نعم. والاستعمال الكبار المقفلة عشان هذا المنصب الأول زي 1000 و 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 1000 و
المنتخب بيجا صعوبات شويه في من تجاربنا مع الناس الانتخابات في السودان ككل مش الكوره الحماس بيقل شويه كله خلاص ما دون بدجا لكن ما افتكر انها حتكون في مفاجات كبيره يعني لو في مفاجات حتكون بالنسبه
80 ل هتكون مثلا 20 ل 15%، وافتكر فقط حتكون يمكن في مقاعد الاعضاء. نعم. يعني ما افتكر انه حيكون في مقاعد ال. طيب استاذ يعني بس ارفع عليه صوتك شويه عشان اقدر اسمعك بوضوح، لانه الصوت بيجي وبيمشي يعني. أيوة يعني لماذا يعني نعم لماذا رشح اتجاهنا ابو سين نفسه هذه المره لمقعد العضويه بعد فتره غياب عن العمل في مجالس اداره نادي الهلال؟ والله انا طبعا متشبع بمجالس الاداره، يعني نعم اشتغلت اربع مجالس ادارات خشيت في اخر اللحظات مع الامين البرير مجالس صلاح ادريس الاثنين او مجالس الاصاله والصداره الاثنين، لكن انا ما بعدت من الهلال، وانت يمكن مراقب وجاهد، انا مواصل مع الهلال في مبارياته وفي لو تشاورونا في اي موضوع رايت بانه والله فعلا القائمه بتاعت الصوبات قائمه او هم ناس يعني مندفعين بحماس وجايين من اجل العمل للهلال، وحبيت اساعد بحكم خبرتي عند دخلت معاهم نساعده، لانه ما الوجوه ما كثير خشيه عصب العضويه خشيت في المعترك الرياضي وعرفت الجروب يعني حبينا لو جمهور الهلال وافق على انه احنا نقف معاهم، ونحن اصلا طلعنا بيان واقفين مع هذه المجموعه، ويمكن ذاته الصوبات زارنا قبل 4 أو 5 أيام وقال هو ذاته يرى نفسه في مجموعاتنا بتاعت الاصاله الصغيره دي، ونحن معاه غالبا وغالبا يعني، لكن حبينا نضيف اضافه نعمل بلس للمجموعه بتاعته لو يعني. طيب الصوبات ما عنده مجموعته المترشحه في العضويه، عنده 6 مرشحين في العضويه، ما نحن بنرى انه يعني في ناس جداد جديد يعني ممكن ما يعني دايرين في الهلال، مش لانه ديل ما هلال كان فاضي اوكي، لكن نظرتنا ليها نحن انه نحن حنترشح عشان نفيدهم وندعمهم بالخبره، ما هي كل الناس اللي بيجوا خايشين جداد يمكن الليله يشبعوا بالخبره، يمكن يخطوا زي ما احنا قعدنا وخشينا واخطانا ونجحنا وسوينا، دايرين نساعد في الحته دي فقط، ما اللي عشان احنا ضده ولا خشينا بغايمه. نعم اشكرك جزيل الشكر المهندس التجاني ابو سن المرشح لمقعد العضويه بنادي الهلال. طيب عشان الزمن بس ما يدركنا، يعني مقعد المراه ايمن كابوش الى اي مدى من المحل حيكون فيه تنافس، ولا برضه يعني دكتوره نوال باعتبارها المرشح ان تنظيم او مجموعه، لان هم مصرين انه مجموعه ما تنظيم، هلال المجد قد تكون الاقرب لتجاوز الزميلتين الاعلاميتين شادي عطا المنان وغادة عبد الحليم. فريق تدخلون الثلاثة؟ والله الثلاثة يستاهلوا صراحة. ليهم الاحترام والتقدير انه كونوا يتقدموا للسباق الانتخابي دي ذاتها براها مكسب للهلال. نعم. وصوت المرأة لازم يكون في الهلال عالي زي ما ظل على كل الحقب والسنوات انه عالي. ولكن زي ما هو بينطبق على بقية الأعضاء ينطبق عليه مقعد المرأة، يعني نتمنى انه يكون المجموعة الواحدة تفوز، مع انه لو دخلت غادة ولا دخلت شادية اي واحد منهم ما بيضيف يعني ما بتخصم يعني وإسهام في الهلال موجود يعني الاثنين عارف رؤيتهم من بدري رؤيتهم مختلفة على الحياة انهم ذاته عندهم اهداف محددة يشتغلوا فيها صحيح. لكن دائما العنصر الرجالي لما يجي يركز على فريق الكورة ويركز على كلهم دائما يمشوا محل العضواء، لكن دي انا متاكد انه اي واحد فيهم خشت يعني بيضيق لنا بمساحات بتاعت جانب مظلم في الهلال. نعم صحيح فعلا ما ينطبق على المراه ينطبق على بقيه الاعضاء، لكن كلام الاخ تجانب وسين باكد كلامنا بضعف التنظيمات، يعني تنظيم بيطلع بيان بيدعم الصوبات وعضو منه مستغل بينزل منافس للصوبات، يعني ده باكد لك تماما انه في مشكله واضحه جدا في التنظيمات وضعف واضح، يعني انا بفتكر انه في رهان يعني بعض الاشخاص عليه ضعف في بعض الاسماء في غايمه الصوبات، يعني صحيح هم اصحاب العضويه لكن في رهان على عضويه الهلالاب المستنيرين عضويه النادي عضويه الالترس، قد يكون ديل عندهم معرفه ببعض التفاصيل، ده الرهان بيخلي ده خلى بعض الناس يترشحوا كمستغلين يعني، لكن فيما يتعلق بمقعد المرأة افتكر انه حظوظ الدكتور نوال افضل بواقع انه علينا نقول العضويه المستجلبه الرسميه الغالبه هي عضويه الصوبات يعني. نعم بالنسبه لمقاعد العضويه 6 مقاعد يا ايمن، يعني هل الامور ايضا محسومه للفاضل التوم وصادق يوسف وسفير عبد العزيز وعوض طاره وعلم ورامي كمال، ولا شوف اقول لك كلام انا قلته لسعاده العميد كبير، الموضوع ده لو مشى بنفس الفورم اللي هم شغالين به الغوايم ده هتحصل كارثه،
يا طلعت تالفة، ما انت احنا بنعرف نعرف الناس اللي بينتخبوا يعني حتى على كل المستويات العموميه، اي يعني ناس محدودين. صحيح. محدودين يعني انت في النهايه في ناس بتجي تاشر لهم مثلا تقول لنا يا اخي تعمل هنا او زولنا هنا التنوير اللي هو بيتكلم عنه، ولكن زول لما يخش المساله دي ما يبقى براهو بيحصل ارتباك. ايوه الطريقه شغالين بيها انا متوقع جدا يعني في تشيك بيمشي لزول انا ما كنت قاصده. يعني عندك هنا مثلا اول اسامه في الاول، نعم اسامه جيل التشيك بتاعه جنبه طوال الفاضل التوم، في زول بيكون داير يعمل تشيك للفاضل التوم بعد يكمل القرايه. نعم. صح. لكن في زول بيجي من البدايه هنا بيديك تشيك كده اسمه هنا، اسم هنا ده الفاضل التوم. نعم. والاسم هنا ده اسامه هولاكو مثلا. هيدي لو داير اسامه هولاكو ممكن يدي الفاضل، ولو عايز الفاضل ممكن يدي اسامه هولاكو، ودي وممكن يدينا الاثنين بعد ذاك يعمل لك تالف. صحيح. دي كارثه. الفورمه شغالين بها الان دي بالوضع الموجود ونحن بنعرفه جيدا. نعم. كارثه. الاسامي جنب بعض، اسامي جنب بعض والمربع. نعم. اللي بتعمل فيه تشيك جنب بعض، لكن لو كان هو يعني ما في ورق ولا الموضوع شنو، انت ممكن تعمل الموضوع ده اكبر شويه وتعمل جدول هنا، تعمل سهم انه والله ده الناس بران ده التشيك بتاعه، ما هو ذاته بالتراتيبيه اللي هو عاملها في الهنايدي. نعم. ما فيها مشكله. انت عملت ديل بيمثلوا غايمه كلهم، ديل كلهم مستغلين، جيت جنبهم عملت الغايمه بتاعت الصوبات، جيت هنا عملت غايمه بتاعت فجر الغد، ما في مشكله، الناس ديل بس بعيدهم من بعض واعمل لي زول مربع براهم، لكن بطريقتها دي. نعم. صحيح. الانتخابات دائما فيها مشاكل، يعني كثير من الناخبين عندهم مشكله في حتى في الغايمه الواحده فيها اخطاء كثيره بتحصل. صحيح. وفي تعرف، ونتمنى انه المساله تكون يعني ما تفتح الباب لكثير من المشاكل، لانه في حديث عن تشكيل اللجان نفسها في الهلال. نعم. لجنه الانتخابات والاستئنافات، هل هو تم بتوافق وتم بتشاور على الهلال، ولا تم بطريقه يعني طريقه خاصه من لجنه التطبيع السابقه؟ يعني ده برضه نتمنى انه ما بعد الانتخابات يكون في تباك، يكون في اساليب يعني تفتح الباب لازمات ومشاكل في الهلال. نعم. نتمنى انه الكلام ذكره ايمن ده ما يكون في مشكله. لكن بالنسبه لاعضاء وافتكر انه يعني في اعضاء عندهم ثقل وعندهم عطاء، يعني انا افتكر انه الفاضل التوم رجل. صحيح. صاحب عطاء كبير واسم كبير، هو عضو بامكانيات رئيس وامكانيات امين مال وبيستحق حقيقه. نعم. اكثر من عضو يعني. نعم. انا افتكر انه بكل المعايير الفاضل التوم حظوظه كبيره، يعني لانه اكثر عطاء في حقيقه يعني في كل القائمه يعني كعضو. نعم. تحيه للجميع، تحيه لكل المتنافسين، لكل المترشحين، لكل من اصروا ان يمارسوا هذه العمليه الديمقراطيه في الهلال، والتي نتمنى أن تكتمل على خير إن شاء الله. بشكركم جزيل الشكر كاتب الصحفي الكبير أستاذ أيمن كابوش، شرفتنا ونورتنا. مرحبا بك يوسف فششوية، أيضا كاتب الصحفي والزميل العزيز، سعدت جدا بلقائك اليوم. سعادة أكبر كانت بلقاء مشاهدين عبر شاشة قناة البلد في كل مكان. الأسبوع الجاي عيد يا جلال ولا ما عيد؟ العيد الفات أنت ما عارف أنت ولا نجوى في واحدة من الحلقات أدتنا المواعيد غلط. على العموم كل سنة وأنتم طيبين، لحد ما نلاقيكم إن شاء الله في سبورت سكرين على خير وتامين ولامين، ودائما الدنيا جميلة وحلوة لكل السادة المشاهدين في كل مكان عبر شاشة قناة البلد، وترقبوا برمجة جديدة مختلفة جميلة بديت أروج لكم من هسه يا شباب في العيد إن شاء الله، لحد ما نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من سبورت سكرين، وحتكون حلقة ربما نتحدث فيها عن مجلس إدارة نادي الهلال المنتخب لأربع سنوات مقبلة. مع السلامة.